النص لم يفقد سلبيته، لم يفقد جراميته، لم يفقد تعدد الاصوات فيه، ولكن هو اصبح قصيده. القصيده فيها كل ما يجب ان يكون للقصيده وكل ما يجب ان يكون للمقطع المسرحي. فانا لا استطيع الا ان اغبط انفسنا على وجود كتاب مثل هؤلاء في تونس، واعود الى ملاحظه حضرتكم، ارجو ان تنتبه تونس الى ما فيها من كنوز حيه، وبين قوسين